الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملنا متقبلا ولوجهك خالصا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن شاء الله تستمر قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تخذوش قد أتار بذلك لهم قد أتار لوط عليه السلام يتخذوش. يوسف عليه السلام ياتي صغر يعقوب. يعقوب عليه السلام يعقوب زري جفر إسرائيل جيجر بني إسرائيل زأورم بني إسرائيل أوبا يعني يعقوب تكفر. طيب هيك يوسف ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يعني بغمبارة وخد كريمر يعني كلمة صف غشاغ أغ أو قزيم أو كي تجدر يز يبتشخم يقوى يوسف يقوى كريم يج كريم ابن كريم يعني ياتي يعقوب ابن كريم ياتي هسيك إسحاق ابن كريم يعني إبراهيم يقوم شس يجري ياتي يببغي يببغي ياتي زفسور أنبياء تفزت حم يعني في غشاغ يعني يسوى زفسور دو بزج تذكر كوتر شو 11 يا وناور يعني 12 يقول يا نيات هيجي اخ شقيق بنيامين شقيقة يعني شقيق معنر ويا نرى ويا ترى ويشر قش شقيقي صح هذا قا ويا نش ويا تش يعني ويا تا قويش او ويا نجا ويش بس ودرر ويش اصليا ويا نرى ويا ترى قش شقيقي صح لغه عربيه مقال هيجيج يا نري ترى يعقوب يفز يوسف يا يانا خد جش ده زقي حقا بنيامين جت وز زش قاه يعني ذا خبر يوسف عليه السلام بتحي تغوط في أرى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا جاء خو إحداش خوش جو بتحس تغوط بابي أخ شو شو نقطة قاية تيدج بابي أخ جاء خو إحداش تغوط أخ والشمس تغرب ما والقمر ما زر ما رأيتهم لي ساجدين سجدة فاصل سجدة ما معنى سجدة يعني سي يعني وسادة أود بون فد حمسة جزو سيخ ما معنى خضوع يعني وإوف كوتاش وكبت لا حزر ونحفو وصار أنا جزء عن شو إيشار يعقوب عليه السلام وتعلم حم يعقز رهيك غد حم غش من قرا زري بستر ثري آخر وين أزدغتي آخر زقورن فوق تقواني آخر شتى يسلاقو يوسف عليه السلام تفتي شخر دزاك آخر قزال يفقع آخر شتى سلاو شخص يقى يفقع آخر يوسف ريشن دخا أنا يجري صف دخا أرتي يعتز شويش أسا أدرخر صب آخر داكو رزقو آخر بشن آيكا آخر نحيو درق آخر يغشوشتا أرتي قيفقع آخر وين أزدغتي آخر وتقوان قال لا تقصص رؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ونعتقد أزبوا ترمي أ زبخ ترم وخما يجركر واجعج أتخم فدو قن وعقد بس أي جور قاصد أنا جا بلا إجاب شحر يا صي عتاز بعرف جوا قصفت ياتي يعني يشكو تري يأجعج أتكو قيد أتخ يوسف عليه السلام لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يشكو هذا قد صحكي تشش قرم ولا بتيز شغيا تيعت لو شي صار يوسف فرتع طريق غصو تنحي خيء تنحي غصو تنحي يا يجاس ونحن عصبة تجمعوا تيقول ترنحبة ترنح قاچر ترى لاجرة فيها أريب زمغة إن أبانا لفي ضلال مبين ضلالة يعني غوب جان جمتك غخاو قرر والبيغمبار رم بيغمبار رسول
امی دج وحیق فیه یعقوب علیه السلام عفتیب اونو عفده یک پسره ده ویات که کجی زره پیغمبره ویاتر یب اجنا عقوق با ان ابانا لفی ضلال ضلال مبین فیک چطا وش تفتوش تر ایجت تفتوش عالم تر ایجت گفت زفر بخیر یب و شخوانم قیشتا ویگ شستی شد ویگ نفی شد حقرت که بشکر و شخوانم زخرم پیوزو که پیغمبرم صلی اللہ علیہ وسلم شخوانم یا او بساپ خر یشخی یا او تفتو ماشام بخط اقرار یغست گفت قاب زوزو شخوانم وی بساپ خر روشایخ محایم فدو فقط اقتراحو وش تفا ایجن فاشگیت لاتشاتر اقتلو یوسف شوک او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم هل شاتا شوك يا زكبم زكبم في لا يا شي جوز باكات تزني يا كيم غزي شوك تشي جبرم انا كي ايات يعني يعقوب ايات تغش جد داك الدزاك من فلسطيني شي تغوا بشي جد تتزيد غوت اسد يعني طيب وتكون من بعده قوما صالحين اش كو جيتو بقت حجني صالحين متى شفت يا بو عند صفيا وكيني او باقي تجورات زني لا تبقص لك شعرات 15 سنه 13 سنه تحكي لي بجا عقل بالغ راه خبدا يا كوتر عصوت ضحكت ياش از بابريا يا كوتر عصوت كيف تزوم وغوك انا كي تو بقيت حشدي فوق زي ورنفل ناسي شويه زغت خلي 40 سنه سيز ناسي جرام قز غزجت طيب ففرقيا وخاوقي قب غزج ما تحمقب في غوت ده هذا وخاوقي أزمجة قب غزج ما قص تحمقب في غوت بس أرجع جرب يلاس خوقاني تو بقص حجدي خو يلاس خوقاني أفاد جاب إنما ويشاع مثلا تو بقى بحجار تحمقب في غوت ده هذا وتصافتي وناصي ويشاع تو بقى بحجار تحمقب في غوت بس تو بقى بحجرة بترو ها جمعة من سوق سكة يوم هذا ديجوا أفاد جاب تحمقب في غوت إنما وزبش خجو مدري ما تلاقي عصوته تو كني في غوش تقول رقون يا شش قرم تي آخر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف كم وكي يا يوسف هر يعني عقل شو قاهي قرار يعني حقوش انو قاهي قرار تي آخر وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وده بسنا قرم في كو تفغاشي تشجو بسنا قرم تياتي مصوتو يتفغاتي و بل كي قافلة قرى سيارة قافلة صفر خرس بلكنا مختمع غوسكو باكر اكو بسي شو جاتكو زخرم قرات في جبل كي يا اوي صحجت طيب ان كنتم فاعلين يعني فايو افديزو زغري في قراغما جارسه سي قستر يعني رايو انا في عصافر ثاني ما فهم يقرا في حربه تطشط بسنه يتزت ثاني ما فهم يوسف عليه السلام يا وجوش تغبا ايو دزاوش تغبا نراتوش تغبا يوسف دوشت يوسف يا باشاك داكو دزاك وخ دقيقوخ ايه ترخوا تي اغر اني يعتش وشونا ترخرا يا عاق فزرخو خاك وريا داخي دا اغا بجي يفتغيخ بجي تي اغرخوا دسرخوا تي اغا اني قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف يا بابي اغا شتا تحقت فمصرى يوسف جي تي غوث مر داكي يتوت ايه معقولة هيك وإنا له لناصحون غصفت كديت تغسد داخيت قات ينأت تغتت تجاس أنا يوسف أكيد زيت لغورة خجر إيه داخل قصد زاكوه قصد جيكوه فأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نو شباب قد غاقوي تدكت وسقط فصيقا رجيكوت ربكتت تريد دبكتت دجيكوت أنا قد ترين أتت تغتت يجيعت وخزكت هيصر فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به يقع الساحة تزم الغرام سيقراكي يقع تشتقي في دزغك وات يعني قد ما يبي يجعلك سويس بصعمي يجعلك في ثلاثة كبلة في فتطبش تحت الفطرة في أتاك يقع أخو لا ور سيجأس يقرم فدي صار سيجأس ور سمت لغم الساحة أو ساحة قاع ساحة 60 دقيقة تعاني الوقت قوم سمت لغرام سيقراكي حزين وسوق تشتو صغل نيق في صغوصة مع فمي النوم وأخاف أن يأكله الذئب عذر وقفة تغيك تغزمتي بصاكي شما ها؟ وأنتم عنه غافلون في فتشيو فيغاغر أن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون يعني تغزم زي شما